بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعرف باقي 4 أيام بهذا الموسم. أحاول الموضوع شوي صعب صار. رهيبة طبعا، شكل زي أرنب كذا لأنه عامل أرنب الصيني بثلاثين نقطة كود. ما راح أصرفها، مستحيل أصرفها. يلا بسم الله. حلو حلو حلو، رهيب. ما أدري إذا كان عندي نفس اللون هذا. كم يوم باقي؟ 4 أيام. الله يعين. الحين الساعة 7:08. حلو حلو حلو. أوه حلو مرة. حتى السلاح ذا الظاهر مو بعندي أصلا، يعني حتى مو من أحد سكن. اليوم الأحد، فبراير 19/8/10، باقي 4 أيام إن شاء الله. نحاول بإذن الله. يلا بسم الله. اجتماعي، شوف بعدين. طيب يلا بسم الله. مرة متعبة كول أوف ديوتي، ما هي بس مرة متعبة أصلاً. إذا كنت تلعب عشان تأخذ مستويات ذكرة المعركة الباتل باس، الوضع مرة متعب. خلونا نلعب باتل رويال بما أنه ما في ناس. أبغى بس بسرعة، ليش الانتظار؟ نلعب فريق بلاك أوت. نجرب بلاك أوت، نجرب بلاك اوت. يلا هذا ايش بلاك اوت؟ 10 دقايق. زين، يمكن يعني الوقت اقصر، الله اعلم. يلا بسم الله على العموم. بسم الله. يعني بس لاعبين، ليش يا مفترين؟ طبعا هذه بلاك هات الحرب الخاطفة أظن، أو شيء زي كذا، نوع مختلف بدون يعني ما في موت يعني بسرعة، ما في موت، بعدين ما في موت، ما في يعني تموت وخلاص تنتهي المباراة بالنسبة لك. يعني لا، ترجع، يرجعونك اللعبة، ترجعك الكمبيوتر، ترجعك. اوكي وورفير، يلا بسم الله. اسمها وورفير، بسم الله. لكن طبعا يعني مو بالبساطة تصور الموضوع، لانه ايضا في فرق، في ناس، في لعيبة، واحد يرجع، واحد يحاول يخلص الفريق الثاني. واحد اسطوري الشكل من جد. يلا بسم الله. وورفير طبعا احنا المنطقة الزرقاء والمنطقة الحمراء. وين حنا وين ودونا؟ المهم روح مع القائد الفريق، يعني تعاون جماعة، ريموت جماعة رحمة. يعني قوم تعاون وما ذلوا ومن هالكلام. يلا بسم الله. هنا كأن
جو عندنا الله أعلم. تونا بدري، حنا بعيد والله. شكلنا شكلهم هذول، أو شفتوا بدأ يكتبون الآن شكله الهطف ذا. نزلنا عند منطقة الأعداء الله أعلم، نشوف بعد شوي. شايفين قديش الصعوبة؟ احنا وين؟ مدري والله، احنا بمنطقة الأعداء ولا منطقتنا والله ما أعرف. احنا بالمنطقة الحمراء ذي، مشكلة حتى متفرقين مو أو جا 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 هذا المطحس ذا وينه؟ وينه؟ تعال على طحيسان. هذا هو، عانه في واحد هنا. ايوه اوه يا الرعب، وين الفريق؟ وش هالفريق التعبان ذا؟ ناخذ نقاط وبس، نهاية المباراة هذا اللي أبغاه. قاعد أقتل، قاعد أخذ نقاط. المهم إحنا 5-2 متقدمين، ناخذ دروع. لا 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 خلاص، يلا حلو، خلصت دروعي الوضع يعني شوية الآن متوتر من ناحية الدروع ما فيه. ف 7-2 حلو، ضاغطينهم. داعسينهم بالنتيجة، حلو. هذا رقم واحد راح قدام، بنشوف. ما أدري، تقريبا بوت ما يهم. المهم ول ول يا رب. يلا الحين بدأ يقلل الزون، حلو اللون. لازم نمشي. 13-3 حلو النتيجة حتى الحين، ممتازة مرة.
استر بدينا نشوف لقلقه شوي. ينزلون يكونون ضايعين يعني احيانا بالسجاح، وايضا يعني هم ينزلون يفاجئونا بعد، ف يعني علينا وعليهم الموضوع مهم. خمسة اوه 45 35، يلا باقي شوي باقي شوي باقي شوي على 50. الله يستر. لا خلص الرصاص، الرصاص بالشاشة الكبير. شوف لاق لاق لاق، ما هو وقتك احيانا مع التسجيل مع هذا يكون مع اللعبة وكذا اكيد يعني تكون ثقيلة المعالجة على الجوال. هذا معنى ذا ولا ايضا يعني مساحة الجوال تقل يصير الموضوع اثقل. حلو 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 حلو، رهيب الدروع. سعاد المشكلة الذخيرة هي الموضوع. طيب ولا معنى، طبعا احنا فريق من 100 شخص اظن، او يعني اظن 40 شخص او شيء زي كذا ناس. احنا مجموعة من عدة مجموعات من الجهة ذي من الفريق او من الجيش، نزلنا من الهليكوبتر كنا أربعة، يعني من عدة أشخاص من عدة يعني جزء من جيش كامل. فإحنا الجيش الأحمر أو الأزرق والله ناسي أو ما أعرف. المهم هذا فيه أطلق أحد سنايبر. لا 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 توقف، إذا شفت سنايبر لا توقف. امشي 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 تخبطه. شايفين 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 الفوضى. هذا قدام في واحد يركض. طيب لا 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 يقتلني ما له داعي. حلو ناخذ نقاط اكثر طبعا اذا فزنا ولا مت اكيد. يعني طورت المباراة، بدينا نشوف لاق. ايوه هم هنا هم هنا هم هنا هذه الجهة، الجهة في ناس كثيرين. سنايبر لازم نقتله. لاق مشكلة اللاق. مباراة حلوة وكل شيء بس اللاق الحين بدأ يجي بالوقت الغلط، لأنه ما أعرف طولت بالتسجيل. صاير ثقيل لازم احذف، يعني لازم احذف الجوال، لازم احذف كذا. الجوال مرة صاير ثقيل ثقيل هذا الشيء.
نكبه 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 نهايه المباراه تصير زي كذا. نحاول نفوز نحاول نفوز، هذا المهم الفريق يفوز وبس. حلو، كم هي؟ 200 اظن، والله مشوار طويل. صعبة مرة بس حماس. هي لو اللاج كان بتكون مرة واو، بس طبعا عشان لاعبين كثار ايضا هذا اظن عامل ثاني. حلو حلو حلو، 150 100 حلو الفارق. اوه من الثالث طبعا اللاج اخرني كثير، 22 27 ما في ذاك الفرق اللي مرة مرة. كم ممكن اخذ الثاني برا؟ حلوة المباراة مرة. شوف كيف حتى الخروج لما تضغط تأخر لأنه في لاج كثير، الجوال صاير ثقيل، اللعبة أصلا يعني ثقيلة، ونوع المباراة هذه أثقل وأثقل. حلو فوز نوعا ما مريح، 150 100. حلو إن شاء الله يعطوني فوق 15,000 الاكس بي. مرة وناسة والله، 10,000. يلا زين زين، أظن مباراة يعني بالكثير 12 دقيقة أظن، مش زين. طيب أتمنى تكونوا استمتعتوا، ويعني يمكن حتى 10 دقائق أظن كانت المباراة. أتمنى تكون يعني فحلو حلو تاخذ 10,000 بعشر دقائق، هذا حلو. بالباتل رويال أقل شيء 18 دقيقة المباراة 15 يعني. أتمنى تكونوا استمتعتوا، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.